هاجر واسيبك لمين؟ ولسه صبيه ونيلك حزين، ولسه لبكره مليك الحنين. اسيبك لمين؟ هاجر واسيبك لمين؟ ولسه صبيه ونيلك حزين، ولسه لبكره مليك الحنين. اسيبك لمين؟ ومين رح يرد تاريخ صبا ويمشي طريقك لاخر مدى؟ شيء عن العسكرية لا، حارب وحارب فعلا، وكان بطلا من أبطال هذه. والرهيبه اللي هناك والرئيس الامريكي ممكن يقول لك ايه ده مخطط مصر عشان اقول الكلام ده؟ لا، ده انا راجل اصلا عسكري وعارف. لا اسال اللي كانوا موجودين عند دكتور خالد، يعرف او يعرف كويس قوي، واسال على الجثث اللي هم ياخدوها من شمال الدلتا من وعلى ارضه اموت، وسيحكم التاريخ علي وعلى غيري بما لنا او علي. ان الوطن ده والأشخاص زائرون، ومصر العريقة هي الخالدة أبدا، تنتقل رايتها وأمانتها بين سواعد أبنائها، وعلينا أن نضمن تحقيق ذلك بعزة ورفعة وكرامة جيلا بعد جيل. حفظ الله هذا الوطن وشعبه، والسلام عليكم ورحمة الله.